هذه الأخت السائلة أم إبراهيم تقول: حدثونا عن التقوى وعن حقيقتها، وأيضا أسأل من ليس عنده علم كيف يكون متقيا لله كحالنا نحن ربات البيوت، أجيبونا على ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كلمة التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، وكل خصال الخير والعبادات كلها تقوى لله عز وجل. سميت بذلك لأنها تقي من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل. والله قد أمر بالتقوى ووصى بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في خطبه الجمعة وغيرها: يا أيها الناس اتقوا الله. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. فتقوى الله مأمور بها جميع الخلق، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحاجة الناس إليها، وتفسيرها هي فعل أوامر الله جل وعلا رجاء لثوابه، وترك المعاصي والمخالفات خوفا من العقاب. هذه حقيقة التقوى، وعلى المسلم أن يتقي الله دائما وابدا، وهي خير الزاد، كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والمتقي أكرم الخلق، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس العبرة بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه، وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم محمد. وكل يتقي الله على حسب استطاعته. العالم تقوى الله في حقه آكد، لأنه يعلم، والعام كذلك يتقي الله ويترك الحرام ويرجع إلى العلماء فيما أشكل عليه ليتجنب ما لا يجوز، ويتقي الله بحسب استطاعته واجتهاده. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.